على خطى منتخب الناشئين لكرة القدم الاهتمام بفئة البراعم والناشئين، لكن هذه المرة في لعبة الطائرة والسلة. تعالوا نشوف. في عدن وعلى خطى كرة القدم يسعى القائمون على الرياضة إلى تطوير قطاع الناشئين والبراعم في لعبتي كرة السلة وكرة الطائرة، حيث يتم تجميع عدد كبير من صغار السن وتدريبهم على أساسيات هاتين اللعبتين من أجل نشء قادر على تمثيل المنتخبات الوطنية في المستقبل بصورة مميزة. الاهتمام الأكبر طبعاً الحال الآن بدأنا نعيد الفئات العمرية الصغيرة براعم وأشبال وناشئين، فهذه الفئات من المفترض أن تكون الأكثر اهتمام لهذه الفئات، لأنه إذا ما يوجد معك هذه الفئات أنت لا يمكن تقدر تشارك بأي بطولات خارجية أو داخلية. بسبب تراجع مستويات كرة السلة وكرة الطائرة في المشاركات الخارجية، كان لابد من الاهتمام بهذه الفئة المهملة والاعتماد عليها بحسب الإمكانيات المتاحة وعلى أرضية ملاعب إسمنتية، حيث يسعى هؤلاء الناشئون إلى صناعة مستقبلهم من خلال التمارين اليومية واكتساب الخبرة في ممارسة هواياتهم المفضلة. مهتم بالفئات العمرية لأنها تحتاج اهتمام أكثر، وهي الطريق لبناء فرق وطنية أو فرق للنادي. الشيء الآخر أنه اللي نحن نعاني منه أنه ما فيش مسابقات ثابتة بحيث إحنا نقدر نبني الخطط على ضوء المسابقات هذه، يعني دائما المسابقات مناسباتية ويفاجئونا فيها، ما نقدرش نعمل نخطط للبناء طويل المدى. البراعم والنش هم أساس أي لعبة، ونحن في بلادنا في إهمال لهذه الفئات الدنيا، ونتمنى من الاتحادات الفرعية أن تفعل هذه الفئة السنية. هؤلاء يعني هم عماد المستقبل، أولاد الحين احنا نصنع منهم اللبنة الأولى لاعب كرة السلة حقيقي. لاعب كرة السلة حقيقي لازم يلعب من سن بدري، يعني من 8 سنين 7 سنين وثم يتدرج، يعني ما يوصل للناشئين إلا بعد 9 سنوات 7 سنوات، يعني يكون لاعب أساسي في الناشئين. الجميع هنا يسعى إلى اكتشاف المواهب التي ترفض المنتخبات الوطنية بنجوم كبار قادرين على رفع اسم اليمن عاليا. والسؤال، متى سنشاهد أكاديميات وصالات رياضية خاصة بالألعاب الرياضية تساعد على رفع مستويات لاعبينا في لعبتي السلة وكرة الطائرة؟